انه ما لازم اي حدا يقترب من هالمكان حتى يكون معاه حدا خبير بهالشيء او يكون حاط خطه للتخلص منها. انه قال امر تنفيذ عن تعريف الذخائر غير المنفجره. الذخائر غير المنفجره مهلكه اكثر من الالغام. احنا اليوم اخذنا درس، أعطتنا جمعية أمان درس عن مخلفات الحروب والألغام، والحمد لله استفدنا كثير. درس توعية كيف نتعامل مع الألغام، كيف أنه نبعد هالخطر عن أبنائنا، عن أولادنا، عن جيراننا. في عنا صواريخ، في عنا قذائف عادية، في عنا دقائق فرعية. أنا من جمعية أمان للتوعية من مخلفات الحروب. إحنا قمنا بهاي الجمعية من لأنها كثرت الحوادث التي الحوادث في المجتمع. خلينا نشوف الجمعية هذا، ما نكرم الجوار، برا، عندنا كم سوشيال ضد الإرهاب، عندنا الألغام الفردية هي إن ما تقتل إن تقطع يد أو.